اسمحوا لي انا كمان قبل ما نختم الحلقه دي اعيد حد كمان. طبعا هعيد كل جمهور السي بي سي وكل جمهور الليلادي اللي فيهم امي وامك وامك طبعا. واختك واختي واخويا وكل الناس، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بغض النظر عن كل التوقعات اللي ممكن نسمعها البلد دي تبقى دايما في تقدم، وكل بلادنا العربيه تبقى في تقدم دايما وفي امان. شكرا لكم يا جماعه، وزي ما دايما بقول لكم الليله دي خلصت، بس خلصت في 2015، نقابلكم في 2016 مع ضيوف جداد، واكبر تحيه لنجوم الليله دي.